هو دايما مين اللي بيبقى مسؤول عن هذه الامور؟ المشرف على كره القدم الكابتن محمود الخطيب. بعيدا عن ان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب هو بالنسبه لنا قيمه كبيره، بالنسبه لنا كلاعيبه كره يعني، هو قيمه كبيره جدا جدا، ان هو بنتعلم منه الاخلاق، بنتعلم منه حاجات كثيره جدا جدا جدا. وجوده النهارده او اليومين ثلاثه اللي فاتوا، يعني انا لما بسال الطاقم العمل اللي موجود هناك ايه الاخبار وكده، قالوا لي بص كابتن، اول ما حس كده ان من الممكن ان يكون في مش عارف اسميها ايه، ولكن زحمه حوالين اللعيبه وبتاع، قال لك بقول لكم ايه، ابعد. الزحمه دي ابعد، تركيز، ركز، انت عندك ماتش، اهم ماتش في تاريخك الفتره اللي جايه، اهم ماتش يخليك تصل الى المباراه اللي بعد كده. وبالتالي هو كابتن محمود عمل كده ليه؟ احساسه كمان هو كان لعيب كوره، عارف يا كابتن اسلام ان ضربه البدايه مهمه جدا. احنا كنا بننادي امبارح ونقول ان مباراه اوكلاند سيتي مباراه مهمه جدا في كاس العالم، الناس اللي بتقول انها مباراه سهله والناس بص على ريال مدريد. هو قبل ما يكون رئيس نادي هو كلاعب كره ومر بالظروف والتجارب دي، صح، عارف ان مباراه زي دي هي ضربه البدايه. علشان كده كان كابتن محمود الخطيب ليه اجتماع مهم النهارده مع لاعبي النادي الاهلي، حسهم على ضربه البدايه تكون بمنتهى القوه، منتهى التركيز، ودايما بيربط اللعيبه بجمهور النادي الاهلي، عايزين نسعد جمهور النادي الاهلي، هي دي الكلمه والحافز اللي دايما بحفز بيه اللعيبه. زي ما احنا شايفين علي معلول، علي معلول في احدى لقاءاتي معاه مره بساله بقول له كابتن محمود الخطيب لما بيسافر معاكوا اي سفريه بيكون رئيس بعثه، بقول لي كابتن محمود من اول ما بنركب الطياره بتكون الرساله بالنسبه لنا كلاعيبه وصلت من غير ما يتكلم. ايوه، تواجده طبعا بيكون مهم معانا، كان متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه رئيس بعثه في الدوحه، صحيح، البطوله اللي خدنا فيها ثالث العالم برونزيه كاس العالم، كان متواجد ايضا في الامارات، كان بيتابع دايما كل يوم لحظه بلحظه. لا معلش يا اسامه، وانت بتتكلم معلش وانت بتتكلم، هو كابتن محمود يقف هنا يعني ليه؟ وهو يعني هو بينظم الدنيا؟ لا هو عايز يشوف كل حاجه بنفسه، خلي بالك. ما هو ده اللي انت بتقوله، ما هو اللي انت بتقوله الصوره جايباه. هو كابتن محمود بيقف، طب بيقعد مع اللعيبه ليه؟ عشان يقول لهم ايه؟ عشان يقول لهم خبرته، عشان يقول لهم هو راح رئيس بعثه وكم مره، اعتقد من 2005 وهو معانا يعني موجود، حاضر معانا في 2005 كان رئيس بعثه، يعني كان رئيس بعثه في 2005 بدل يعني 2005 لما حققناش المركز المطلوب مننا، اجتمع معانا في اليابان وقتها وقال لنا عايزين نرجع السنه الجايه هنا ونحقق يعني مركز افضل، وفعلا رحنا 2006 وكان معانا رئيس بعثه، خدنا برونزيه كاس العالم. لكن المثل اللي انا عايز اضرب بيها كابتن اسلام، ان النادي الاهلي مؤسسه يعني بتعمل بشكل جماعي، في بطولة الإمارات في كأس العالم الأندية كابتن محمود الخطيب سافر، لكن ما كانش رئيس للبعثة، كان مين رئيس البعثة؟ المهندس خالد مرتجي، لكن هو كان متواجد معاهم كل يوم، موجود في المعسكر بيتابع كل صغيرة وكبيرة، دايما في كل حاجة. لكن لحظة التتويج ببرونزية كأس العالم شفناش كابتن خطيب، ما شفناش كابتن خطيب، المهندس خالد مرتجي راح له علشان يكون متواجد، قال له لا، النادي الأهلي طلعك رئيس بعثة، أنت اللي هتكون موجود على نص التتويج. هو ده النادي الأهلي، مفيش واحد في النادي الاهلي هتلاقيه بياخد الكاس ويجري بيه، ولا ياخد درع ويقول انا اللي حققته، ولا كابتن محمود الخطيب يقول لجمهور النادي الاهلي صوري فين، صوري فين في المدرج، استحاله. مش لازم له، هو اهم حاجه اسم النادي، اسم النادي الاهلي. شوف دايما النادي الاهلي في المقدمه، النادي الاهلي بيحصد البطولات ان شاء الله، يعني البطوله دي هي بطوله صعبه، نعم، ان احنا بادئينها من الاول، عندنا مباراه زياده، عدد الراحات فيها قليل، ان شاء الله يعني نكملها كده بخير وتكون فال كويس للسنه الثالثه على التوالي. وخلي بالك انت جاي من تعب طبعا، يعني برضو عشان ما حدش ياخدنا في قصه ان لا انت جاي من تعب، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه دي مش سهله زي ما حضراتكم شايفين. الراجل بيقعد يدور ويعمل حاجات كتيره جدا، ولكن في النهايه هو على قد ما بيقدر بيعمل ايه، بيدور، بيعمل الروتيشن عشان يصل ليوم الاربع ان شاء الله كل اللعيبه جاهزه قدامه. طيب